مع مين مستعدة تنزل تتظاهري بالشارع؟ ديما صادق أو باميلا الكيك؟ حسب. هلا إذا بدي أكشن ديما صادق أكيد. ديما أكشن. أكيد خبي تليفوني بالبيت بنزل مع ديما. إذا هيك إنه بدنا نهيسو هيك بنزل مع باميلا. بس مثلا إذا بتسألني مع مين بدي أتعشى let's say أنا حاسك واصي لا عم فكر إذا بدي مع مين بدي أتعشى أكيد ديما واصي ليش مع ديما؟ أكيد ديما قلبي معبى منه. ليه؟ إجت لعنا عبيت الكل خسرة إنش يعني بدي أتعشى معها تشوف هيك إيش بتتعشى تهيك خسرة يعني طحالة الكلاوي وين بتحطه إذا خسرة هيك عن جد قلبي معبى منه كيف بيعملوا هيك ما بعرف. سؤال تاني مع مين بتحبي تنسنسي؟ ناسني؟ نبيل عواد ولا جويس عيي؟ يا الله نبيلة بحبها كثير وجويس بحبها بس ما بعرف شو رأيك؟ أنا بابا أنا مش منسنسي معهم قبل أنا برأيي بحس جويس لأنها على الشارع نسنسي مع جويس على نبيلة ومع نبيلة على جويس فكرة سؤال تاني مع مين بتفضلي تروحي تعملي شوبينج؟ مع نجوى كرم أو نانسي عجرم؟ ليه بتدفع؟ مين قولك أكرم من الثاني؟ لا ما فيك حطيت لي أكثر اثنين بحبهم ومعروفين بالكرم اثنينات ايه صحيح بحبهم اثنينات مع مين بتحبي تحكي آخر الليل؟ مع عبي جعفر ولا عاد الكرم؟ ما في خيار ثالث؟ لا آخر الليل مع حدا منهم؟ أصلا ما بحس حدا منهم برد بس أنا حسب شو بس يعني مثلا إذا مفخوذ دولابي أو بدي شيء أكيد ما نعباس عادل إذا بدي شيء أكيد عادل وإذا؟ إذا بدي نسنس على حدا عباس مع مين ما عندك مشكلة تاخذ ستوري؟ زين العمر ولا سمير سفير؟ ترارارام ما في 3G بالتليفون ما بدي اخذ ستوري تليفوني ما في 3G لا مع مين؟ ستوري عادي لا دوري اجباري ما بدنا اجوب سيلفي ستوري معه انت مع مين بتحب تاخذ انا مع الاثنين ما عندي مشكله وانا مع الاثنين ما عندي لا ما بعرف انه غريب سؤالك غريب مع البابا اعطينا جواب غريب لا ما بعرف اي ثينك بنقي زين العمر ايه اكيد سؤال جديد مع مين بتحبي تتخانقي؟ مع جرعد ولا وديع الشيخ؟ ليك فيها أنه مثلا وديع الشيخ إذا تخانقنا بده يصير كل سهرة بنايت كلوب بده يضل يحطه عن يرد علي ويعمل لي ردية وهيك فيها أنه جرعد إذا تخانقنا مثلا ماكسيموم بصالحه بجيب له شي جاكيت معرق عليها نورت عليها فجرعد أحيانا be on the safe side. لازم. يا الله. مع مين بتحب ترقص سلو؟ ولا حدا. شو؟ ولا حدا. بس شو اسمه الشاب اللي انت ليش هالقد انفعطت؟ واه. كيف ولا حدا؟ ولا حدا ما عم تعمل لك هيك عم تعمل لك هيك انه ولا حدا خلي الليلة تقطع اعتبريه ما عم بيحضر اصلا ما عم بيحضر لا بحبهم اثنيناتهم مش سيبا اكثر طب اذا بدك تمثلي عم تايم لانه بقوس حلو